السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباراة يوم السبت فيما يخص الدوري الأوروبي الفرنسي والإسباني والإنجليزي والإيطالي. طبعا لا تنسى الاشتراك ولا في فيديو سلكاكو جديد، والأمر إلى توقع المباريات والبداية مع المباراة الأولى التي تجمع بين ليدز يونايتد وليستر سيتي في قمة البريمير ليج. طبعا التوقع سوف يكون لصالح ليستر سيتي للفوز على نادي ليدز يونايتد. التوقع هو فوز نادي ليستر سيتي. المباراة الموالية تجمع بين أستون فيلا وساوثهامبتون. التوقع الشخصي سوف يكون لرفاقة فيليب كونتينيو. التوقع هو فوز نادي أستون فيلا على ساوثهامبتون. المباراة الموالية تجمع بين تشيلسي وبرلين. طبعا التوقع سوف يكون لصالح رفاقة حكيم زياش في المباراة. والتوقع هو فوز نادي تشيلسي الإنجليزي. المباراة الموالية تجمع بين كريستال بالاس وولفرهامبتون. طبعا مباراة سوف تكون قوية بين الفريقين، لكن توقع الشخصي سوف يكون لصالح ولفرهامبتون للفوز على نادي كريستال بالاس. المباراة الموالية تجمع بين ليفربول وويستهام يونايتد في مباراة كبيرة وقمة بين الفرق. فطبعا الكابل العالي لرفاقة محمد صلاح، والتوقع هو فوز نادي ليفربول على ويستهام. المباراة الموالية تجمع بين فريق بريست والونس في الدوري الفرنسي. طبعا التوقع سوف يكون لصالح رفاقة يوسف بليدي، وبالتوفيق له في المباراة. التوقع هو فوز نادي ستاد بريست. المباراة الموالية تجمع بين باريس سان جيرمان ونيس. التوقع سوف يكون لرفاقة أشرف حكيمي في المباراة. التوقع هو فوز نادي باريس سان جيرمان على نيس في المباراة. المباراة الموالية تجمع بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني. طبعا التوقع سوف يكون لصالح الألماني البافاري. التوقع هو فوز نادي بايرن ميونخ. المباراة الموالية تجمع بين نادي ريال مدريد وريال سوسيدا في الدوري الإسباني. التوقع هو فوز نادي ريال مدريد على ريال سوسيدا. التوقع هو فوز نادي ريال مدريد. المباراة الموالية تجمع بين فالنسيا وغرانادا. التوقع هو فوز نادي فالنسيا على غرانادا. طبعا هذا هو كل شيء من الدنيا. لا تنسى الاشتراك والفيديو يسلكك كل جديد، وإلى اللقاء.